ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار وتوفنا مع الأبرار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا وتقبل دعاء ربنا وتقبل دعاء اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر وسوء ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من وليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا واجعله الوارث منا واجعله الوارث منا وانصرنا على من ظلمنا وانصرنا على من ظلمنا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا غاية مالنا واجعل الدنيا زيادة لنا في كل خير برحمتك يا أرحم الراحمين برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم لا تجعل في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا عيبا إلا سترته ولا ضالا إلا هديته ولا مبتلا إلا عافيته ولا مبتلا إلا عافيته ولا مريض إلا شفيته ولا مريض إلا شفيته ولا مريض إلا شفيته ولا ولا مريض إلا شفيته ولا همّا إلا فرجته ولا همّا إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا دينا إلا قضيته ولا عسيرا إلا يسرته ولا عسيرا إلا يسرته ولا حاجة من حوائج الدنيا ولا آخرة إلا قضيتها إلا قضيتها برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك كريم
ودفعت عنا. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا. وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. اللهم إنا نسألك الخير كله عاجلا وآجلا ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجل وآجل ما علمنا منه وما لم نعلم. يا كل ليلة
ليلة عتقا يا رب واجعلنا منهم يا رب إن لك في كل ليلة عتقا واجعلنا منهم اللهم اجعلنا من عتقائك في هذا الشهر يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام اللهم إننا مذنبون اللهم إننا مذنبون ومقصرون ومقصرون فتجاوز عنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم تجاوز عن ذنوبنا وعيوبنا واسترنا بسترك واسترنا بسترك الجميل يا الله ونحن في هذا الشهر الكريم اللهم لا تحرمنا أجل الليالي جميعا اللهم أبلغنا ليلة القدر اللهم أبلغنا ليلة القدر اللهم اكتبنا من الذين صاموها وقاموها على الوجه الذي يرضيك عنا يا من يقول للشيء كن فيكون وأكرم نزلهم وأوسع مدخلهم وأبدلهم دارا خيرا من ديارهم واجعل قبورهم روضة من رياض الجنة يا وإليك أنبنا وإليك المصير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصل اللهم وسلم على آل سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.